من يدعي عنده مشكلة عليه أن يأتي بدليل، أما مجرد ما يعجبه هذا شيء آخر. هل السيد محمد حسين فضل الله مجتهد؟ لا عزيزي، رأي العلماء بأنه ليس بمجتهد، ومن شهد له بالاجتهاد أساسا هو ليس من أهل الخبرة. من شهد له بالاجتهاد أساسا ليس من أهل الخبرة. هل اطلعت على إجازات السيد منير الخباز؟ لا عزيزي، اطلعت على أنه مجتهد من دون إجازات، لأني سألت بعض الطلبة الذين شهدوا بأن السيد الشيخ جواد تبريزي عرض على السيد منير الخباز أن يعطيه إجازة أمام الطلبة، فإذن هو مجتهد بإجازة من الشيخ جواد التبريزي. كتاب ليالي بشاور عزيزي كتاب جيد، بعض الأخوة ما أعرف ليش شنو مشكلتهم مع الكتاب. كتاب جيد، شنو المشكلة؟ كتاب جيد ومؤلفه إنسان عالي. لا إله إلا الله، يا رب يا شنو تنصحني أقرأ كتب مبتدعة؟ أقرأ كتب أخلاق عزيزي، أخلاق أهل البيت سيد مهدي الصدر، الآداب والأخلاق الإسلامية للسيد عبد الله الهاشمي، رأيك بالدكتور عدنان إبراهيم. عزيزي إنسان عنده إنصاف، ولكنه إنصاف غير كامل، إنصاف غير كامل. من هو مرجع الصدرية الآن؟ ما أعرف عزيزي، أنا مو صدري، أنا ما مقلد السيد الصدر في حياتي، فتقدر ترجع لنا. أكو شيخ من المشايخ الموجودين اسمه الشيخ أحمد الشيباني، تقدر تسأله، لأنه هو له ارتباط بالتيار الصدري، تقدر تسأله من هو مرجع الصدرية في هذا الوقت، هو يبلغك، لأن أنا ما أعرف حقيقة، قلت لك يا ما أعرف. وسابقا حتى هم بيناتهم صار مثلا